ويسعدني يكون معايا نجمة فيلمنا النهاردة، النجمة المتألقة دائما بسمة، بقولك من وراء الدنيا كلها ومليون مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك. شكرا. قولي ايه بقى عن الفيلم، واضح من الافيش كده يعني موضوع جامد جدا. اقول ربنا يستر ويسهل والفيلم يعجب الناس. الفيلم مختلف شوية بس بيناقش قضية مهمة جدا وحساسة جدا، هي قضية الصحة النفسية عند البني أدمين عموما من خلال حدوتة واحدة ست. هالة. استعنتي بطبيب نفسي مخصوص عشان تقدري تلبسي الشخصية، احكيلي بقى عملتي ايه بالظبط؟ لا، استعنت بكل الحاجات اللي ممكن استعين بيها علشان اقدر العب هالة. استعنت بطبيب نفسي طبعا، استشرت اكتر من طبيب نفسي في بعض الاشياء، قريت كتير سواء على ويب سايتس او على مجلات علمية او حاجات كده، اتفرجت على ماتيريالز كتير لحالات شبه الحالات اللي بتمر بيها هالة، اشخاص بيعانوا من الاكتئاب وسيدات بيعانوا من الاكتئاب ما بعد الولادة. يعني سألت كتير وكلمت كتير وحاولت كتير افهم، وهيبان بقى النهاردة فهمت ولا لا. طبعا اكيد، انت كل عمل بتعمليه لازم بيطلع 100 100 الحقيقة. يا رب يخليك. شكرا.